معايا نص لتر من الحليب الساقع، ممكن نستخدم ميه. معايا نص كوباية من الكريم شانتيه الخام، نص كوباية من الحليب المكثف المحلى، لو مش موجودة يبقى هنحط 3 أو 4 معالق من السكر البودرة ما يعادل نص كوباية كمان، لكن انا عشان الحليب المكثف المحلى مسكر خلاص هو ده السكر بتاعي. هخلط كل المكونات دي كويس جدا في الخلاط. دلوقتي الخليط بتاعي بتاع الايس كريم بقى جاهز، هفضيه في حاجة ادخله الثلاجة في شفشق، لو حابينه يفضل في شفشق الخلاط مفيش اي مشكلة خالص، بس انا بس عايزة افضي شفشق الخلاط. في شفشق الخلاط هحط نص لتر من الحليب الساقع المتلج، لو عايزين الايس كريم اقتصادي ممكن الحليب ده يبقى مية. هنحط عليه نص كوباية من السكر البودر، هيسهل معايا في الخفق. نص كوباية من الكريم شانتيه الخام، معلوش سكر طبعا، لو هنحط اللي عليه سكر هنقلل طبعا السكر البودر بتاعنا. معلقة كبيرة مليانة من الكريم باستري، لو مش موجودة مفيش اي مشكلة خالص. معايا هنا معلقتين كبار او ربع كوباية من بودرة العصير اللي هي بالفراولة، اللي هي دي موجودة في اي سوبر ماركت، لو مش موجودة مفيش اي مشكلة خالص، ممكن نبدلها بمربى او اي طعم للفراولة احنا حابينه زي الجيلي مثلا. ومعايا معلقتين كبار من زبدة الفراولة اللي هي زي النوتيلا بس بدل الشوكولاتة تبقى بالفراولة، متوفرة هي كمان في كل السوبر ماركت، وهي كمان لو مش موجودة مفيش مشكلة ممكن نستغنى عنها خالص. حابين نبدل الزبدة دي بالحليب المكثف المحلى كمان مفيش مشكلة، وزي ما قلنا مش موجودة مفيش مشكلة نستغنى عنها خالص. انا بس بقول لكم اختيارات وبقول لكم ايه الطعم اللي هيبقى احلى، وطبعا الجودة او الدسم بتاع الايس كريم بتاعنا يرجع لكم، حابين الطعم يبقى عامل ازاي والجودة تبقى عاملة ازاي، واذا كان موفر او مكلف دي طبعا حرية شخصية، ولكن هو الاساس 500 مللي من السائل سواء كان حليب او مية، وعليهم نص كوباية من الكريم شانتيه ده اساسي، والسكر اختياري والاضافات كمان اختياري، وممكن نبدل الكريمة الفراولة بكريمة نوتيلا يبقى بالشوكولاتة ومعلقتين كاكاو عليهم كمان. يعني ده الاساس بتاع الايس كريم بتاعي، والطعم ده طبعا نلعب فيه زي ما احنا عايزين، ودي حرية شخصية. دلوقتي هخلط كل المكونات دي بتاعتي في الخلاط كويس جدا، ده تقريبا اسهل ايس كريم ايس كريم الخلاط. نوعين الايس كريم بقوا جاهزين معايا، هحطهم في التلاجة ربع ساعة بس مش في الفريزر، في التلاجة في نفس الشفاشق كده زي ما انا عاملة. الايس كريم تماسك شوية نوعا ما معايا في التلاجة بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، حطيت شوية من ايس كريم الفانيليا، هحط شوية من ايس كريم الفراولة كده بشكل عشوائي. طبعا اللي حابب طعم واحد بس مفيش مشكلة، مش عايز يعمل ماربل زي ما احنا بنعمل، شوية بشوية بالشكل ده. دلوقتي انا غطيت سطح الايس كريم بتاعي ببلاستيك راب علشان ما يعملش كريستالات من التلج، هحطه بقى في الفريزر مدة ما تقلش عن ال6 ساعات. كده الايس كريم بتاعنا بعد ما اتجمد معانا في الفريزر، عايز اقول لكم ريحة الفراولة بجد تحفة، وطبعا الطعم احلى بكتير. انا عندي معلقة الايس كريم محطوها في مية سخنة، همشي بالمعلقة كده من على الوش كده علشان يبقى سهل معايا في الطبق اللي احنا بنغرف فيه. شايفين بقى تحفة ازاي بالشكل ده كده من فوق بالشكل ده.
الميكس بقى بين الفراولة والفانيليا خطير، وبجد بودرة الفراولة متوفرة في الماركت، سهلة جدا نجيبها، مخلية الايس كريم طعمه تحفة، احلى بكتير من الفراولة الطبيعية. طبعا الفراولة الطبيعية يعني لا يعلى عليها، ولكن ده زي اللي بنشتريه من السوبر ماركت بالظبط. وبكده الايس كريم بتاعنا بقى جاهز معانا، شكله وطعم وتحدي الشركات. بجد لو جربتوا وصفة الايس كريم دي ببودرة الفراولة اللي بنجيبها من السوبر ماركت، هتحس انه فعلا هو ده اللي احنا بنشتريه من بره. يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم وتكون افدتكم، واللي جرب الوصفة وتعجبه يا ريت يسيب لي رأيه في كومنت، واللي اول مرة اشوف قناتي يعمل اشتراك، واللي عجب الفيديو يعمل لايك. سلام.